بصراحة شديدة كابتن عمر عصر ودانا في حتة تانية في الأولمبياد لما خد خامس الأولمبياد، ودى التنس طاولة كلها في خطوة وتخش السيمي فاينل وتخش المربع اللي كلنا بنحلم بيه. أكيد اللاعبين أو كباتن معانا عندهم طموح عايزين يوصلوا، وقالوا لي إن عمر عصر حطينا في حتة تانية. صح يا كابتن بيلي؟ صح فعلا، أنا كنت بكلم حضرتك حتى في الفاصل، يعني عمر زود الطموح عندنا، بقى كل واحد عنده طموح مشروع. ان شاء الله في باريس نقدر كلنا اللي يبقى موجود ليه نصيب بيقدر يعمل حاجه، القرعه بس تخدم تبعدنا شويه عن الصين، وان شاء الله يعني وارد، مش يعني مش صعب اللي احنا ممكن ان شاء الله نلعب على ميداليه. لازم اسالك سؤال، يعني ايه القرعه تخدم؟ هي قرعه بالظبط تخدمك ازاي القرعه؟ اللي هي تبعدنا شويه عن الصين، يعني لو رحنا لالمانيا اليابان كوريا ممكن، بس الصين شويه بتبقى الامور صعبه، هو بدليل اللي هو خسر من مالونج الصيني وقدر اللي هو ياخد خامس ومالونج اخد اول، فهم الصين على طول بيلعبوا على الذهب والفضه، العالم كله بيلعب على البرونز، فنقدر اللي احنا ممكن حد يدخل اربعه ندخل اربعه، وليه لا يعني ممكن نلعب على ثالث ورابع وناخد برونزيه. العالم